أهلا بكم. فازت الطفلة الصينية وان هونغ تشان البالغة من العمر 14 سنة فقط بذهبية القفز من المنصة الثابتة لمسافة 10 أمتار للسيدة في مسابقة الغطس بألعاب طوكيو اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، ومنح جميع الحكام علامة 10 لقوان نظرا لقيامها بتنفيذ عمليات غطس مثالية في المسابقة المذكورة. ونالت مواطنتها تشين يوشي الفضية، بينما حصلت الأسترالية ميليسا أو على البرونزية. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.